كلام تانو ما تجني من هالدنيا كان فالك ودعي ومن والدين فرحة تلتها وبقلب حنين وكريم الخوذ ضيق ربي يحيي كلام تالو ما تجني من هالدنيا كان فعلك ودعي ومن والدين فرحة تلتيها وبقلب حنين رمضان مبجل بالبركة زارنا فيه الخيرات السبعة والتقوى تزيد تونس يا بلاد الرحمة من عهد جدودنا نجمة تضويك الشمعة في ليلة عيد افرح بالصيف وزهلو وكريم الخوت ضيف ربي يحييك الامثالو ما تجني من هالدنيا كان فعلك ودعي ومن والدين فرحة تديها وتقلب حنين فهمت يا رفيق ما تنساش دونك الغريبة البقلاوة وكعك الورقة حقا زيد معاهم 5 كيلو حجر كرتاج شنو كري يا اخي باش توكلنا على الاثار اثار صار ما تعرفش حجر كرتاج فيهم بنا ما نحكي لكش لا لا مانيش معاك نحكي يا رفيق اسمع وخذ 3 كيلو ملبس اي توا نحكي معاك وثلاثة كيلو مشامم لا لا يا ولدي ما هوش مشامم تاع ياسمين مشامم أكلي بالفستق هذوكم أي ألو رفيق رفيق لازم فاتلو الشارج حتى انت يظهر لي كثرت عليه شوية يا أخي قل لي هذه قضية متاع فرح ما هوش حلو متاع عيد شو خويا بهاء أنا وقتي نقضي راهو القضية هذوما نخمم في الناس كل منهم أنت قلت تمشي لفرنسا بكريضنا كي حلو ليك انت ولحبيباتك وصحيباتك وخاصة مسيو اي مدام لجندر شنو كريم تحبني نقوم لا لا نفدك معاك سالو اهلا اهلا بريان سي ريان انت وين وصاحبك صدري صاحبي ليامات كثروا عنده القذيت كسبة امبراطور البخل والكسل عنده قضيات والله غريبة سالي شكون حاجتو بقضية من عند العطار من عند الناجي بيه أطاو كي تبدأ عندي قضية غالية أطاو نقولك ما تقوليش صار شنو اللي ضربة ضربتين واتجاية في قاع الحانوت لي جوست الحانوت متاعو تظلي تيبيك وزيد هو سمباتيك هيا تبارك الله على سي ناجي ها ولا عنده فان يا سيدي اي يا مان اش تحبني نعمل يام هو شد فينا صحيح قالك ما تعيدوا كان هنا بحذايا في دار الخلاع هاي لا كيفاش لازم نتعدى نعيد عليك نهار العيد هاي شنو حلو مش قلت لنا حلو ومر يتعدى العمر وين نعرف انا باهي 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 تنوصي رفيق اي هاتو يتعدى لك باهي هيا في لمان في لمان في لمان اسمع تو نعاود نكلمك شكون هذا اللي باش تعاود تكلمه لا هذه وحدة مش واحد نعم وشو كيقول لي فيها بعين صحيحة شكوني هذه تخدم معاك هذه يالا وحدة ركشت في كرشها 9 شهور
ورباتني وكبرتني وعرست لي. عرفتها تو شكونها؟ ان شاء الله خير. اش تحب؟ لا لا شي ما تحب. فكرتني باش نتعدى نعيد عليها هكا هو. واه يا اخي ما قلتلهاش اللي احنا باش نعيدوا هوني؟ اي قلت لها باش نعيدوا بحذا مليك. وانا ما عنديش الحق نعيد على ماليه وبرا ما نعيدوش بحذا مليك. يا اخي احنا كل عام نعيدوا بحذاهم، كي السنه باش نعيدوا بحذا ماليه الدنيا وفات. اي ما انا يلزمني نعيد على امي. دبر راسك، انا السنه معايده هوني. تو هكا تو راهو عيب الشيء اللي تعمل فيه. شنو؟ اش قلت؟ لا لا قلت لك راهو عيد ما يجيش. انا يا سيدي السنه معايده هوني، ويزيني عاده على القليله خليني نرتاح من حوصه حلال الحلو في دار امك. تهنى امي حلت الحلو وكملت. اي ارتحنا. وكان علينا احنا، اختي حيات عملت ليستة طويلة وعريضة لخويا كريم، هاكا رفيق باش يمشي يجيبها من تونس. مالا الشيخة بالحلو؟ تيش نحكيك؟ وحلو فينو زادة؟ فينو معناها مش بشكوت ومقروض وغريبة فارينة. تعرف خويا كريم الكبادة اللي عملها؟ كي تجمعها كلها تعمل هذه تقريبا 40 كيلو حلو. هيك دي حلو دي اوتوماتيكمون سكر وفاكهه وعجين وسمن وعسل وزبده. اي قول تبارك الله. اما تعرفش شيء هذا كله مع بعضه اش يعمل؟ بالله اش يعمل؟ اي قول لنا. هذا يا سيدي يعمل على الاقل شهر لروس ميديكال. يا خويا قداش تطيح المورال، خاصه وقت اللي واحد بدا يحكي على الماكله البنينه. طول اللي تبعك انت يعدي حياته كامله على الخبز كومبلي بطبيعه الحال وعلى الزيتون. هي على ذكر الزيتون جوستمون، انت تعرف كعبه الزيتون واحده قداش فيها من حريره؟ لا ما نعرفش وما نحبش نعرف يا سي بهاء. والواحد ما يعيش الا اللي كتب له راه، سواء يعدي حياته على البرودو والا على الهرقمه. هرقمه بربي في السخانه هذه وزيد عليها في رمزها هرقمه. لقيت ما تشتهي كرومتي. لا لا عزيزتي، كنت نحكي انا والنوتريسيونيست بتاع العائله على فوائد الماكله التونسيه الاصيله. قل لي قداش تحبني نجيب لك من حريره من مرشي؟ انا حطيت لك الليسته في القفه وانت تصرف. توا ما نجمش على خاطر نستنى في رفيق باش يكلمني باش يكمل نعطيه الليسته بتاع الحلو. باهي ايه باش تبطا البنات قريب يحضروا الفطور. ليش كان علي؟ حتى نمشي انا للمارشي مادام سيادته كمل التليفون نتاعو. شنو بها؟ ما تقوليش باش تقضينا حسب ميولاتك الحريريه. لا تأنى سي كريم، انا من اللي وليت اكرول المارشي وليت زاد اكرول الماكله نتاعك. سيبها صباح الخير يا سيبها، صباح الخير يا سيبها. سيبها خمسة وخميس. تبارك الله عليك يا سي ناجي، ملي بدات تخلع لتوا وانت في تحسن، حتى الكوسيو انتليكتويل نتاعك ماشي ويطلع تبارك الله. اما العياط الكل الواه تفزع في الحومه. العياط الواه فرحان بيك يا سي بهاء. فرحان بيا؟ وانتي لتوا تقضي؟ اي نسال في ناجي كامل ينظم السلع نتاعو ومن بعد باش يسربيني. هيا ناجي. كيفاش تستنى؟ سكت الطفله ولا خلي هاي معايا للسوق. اي ليه معينيش؟ معي سامحني بابا معينيش. معينكش اوكي مش لازم. ماكايفر اطلع ماكايفر يطلع. شوف ماكايفر من اليوم ما عادش تتقابلوني في الحانوت، راكم باش تبصيوني. تضحك سي بهاء.
خويا كريم. نعم ميراد. خويا كريم، نهار العيد ثم كيراني يمشيوا لتونس من هوني؟ اي اي، ولا حتى لواج، هما لواج اغلى، ما اش تحبني نعمل ترى. انا يا ميراد حد علمي، لا فما لا لواجات ولا كيران من هوني، فما كان ديفول شارتيري وصلوا لتونس. وانت علاش تسهل؟ تي ما هو نهار العيد يلزمني نمشي نعيد على امي. اه يا اخي، انت الوالده نتاعك مش تسكن خارج تونس؟ ايه، ماني نمشي لتونس، ومن تونس ناخذ كار ولا لواج ونمشي للبلاد. عميرات، ما تحطش هالمشكله في مخك، اتو اخوك كريم يوصلك تعيد على الوالده نتاعك، كل شيء الا رضايه الوالدين، خاطر واحد ما يعرف قيمتهم كان وقت اللي يمشيوا. ايه الله يرحمهم، يعيشك يا خويا كريم. اما اسمع سي عميرات، ليسونس راهو عليك انت راهو. ايه ليسونس؟ ايه ما لا لا، وفاش قام ليسونس؟ انت كرهبتك مش مزوط. شنو انا كرهبتي مزوط؟ لا يا سي، انا كرهبتي ايسونس وبدون رصاص. كات فوا كات ويسونس، ما لا قول لي راهي بلاعة. لا 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 يا عميرات، فضلك معاك يا اخي، توا ما عرفتني، اتو اخوك كريم يوصلك على راسي وعيني. سامحني دقيقة. وي يا رفيق، شبيك تكلم فيا من البيرو؟ مش في بالي بيك، مش تمشي تشري الحلوة. باهي باهي، اتو نكمل لك الليست يا سيدي، دقيقة برك. هاي شد عندك. سيدي وقتاش نعاود نشوفك؟ نعرفش بدات من بعد. وين؟ قاعدة هوني. يا ولادي يا ولادي، عليها هكا عليها، ما فدتوش من بعضكم، تحبوا تبصيوني؟ افرق الحظبة. انت باهي بابك؟ انا ماشي. ليه يا عادة سيدي، اقعد شوية. يا عميرات هاي لف روحك، ما عادش بكري على المرشي. سالي دودو. قل لي سارة يا اخي، توا انت في العطاره؟ شفت بربي من بكري نقول مري روحي، انت مري روحي. على غالب طونطون جادور العطار. شنو تحكي عن ناجي؟ ليه ليه يا بهاء؟ طونطون نحكي على حنوت الناجي. هنيتني. باهي، عايش بنتك تدخل الدار، قل لعميرات يخف روحه. والله فجعتني، بهيش توا ناجي وصار. يا شبكش في جرة زوز شنيطة مش مباسي. ايش يا ولدي، ايش مازلت تعمل هون؟ انتي برا. انتي لا حبيت انا حسابة صفا، ما صار شيء ما صار شيء ما صار شيء، افرق العظم. صباح الخير خويا ناجي. صباح الخير. صباح الخير يا خويا. صباح الخير. شكون السيد هذا؟ خاطر كاني نعرفه قبل. هذاك رجل الخوذة، ولد حومتنا، تعرف عنده دماغ يدوخ. يا ما كذبش عميرات كي قال فيها حس البحر. يا اخي انت ما في بالكش. ماما ماما، نحب نمشي للبحر. لا حتى راني نجيبوك من المارشي. وانا كازني انت فك عليا، ما نجمش نعوم وانا صايمه. خذ هذه هكا فيها حس البحر. راي حطينا مع العطش هذا الكل ونبدا نراف في الماء لما نزيد نعطش. بربي اش مازال فيه رمضان دايما ربي حق. هنا شريت حوايج العيد. اي خديناهم له ايامات سالت. ايا صحة، حتى انا خديت تبديلة من باغي. يا عايش باغي، نقص كان نجيب له حلو من باغي متاعك. قل حقها، حلت لنا حلو العيد. اختي هادية شهر الحلو توا نعملك المبطبط. ليه؟
اخي مش حاسبه بالدار هذا يا نمشي نحل اقعد انت تنحلينا يطلعش بوشكاره كنتي المكنونه ما تتصوريش قديش توحشتك يللو 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 راني نحبك راني نحبك أمي ربح يا اخي شمجاي يا اخي فاش فاش جيت فاش هزي الساك والسر وهي تو نقول لك فاش جيت ما هو كي انتم قلتوا ماكم جايين وباش تعيدوا لهنا يا عاد انا قلت يا ربح يا ربوحه فاش قام انت قاعده تستني اذا هم ما هم جايين امشي لهم انت وطرد جيت اي ما كيف جيت شنو كيف جيت تسخيليني كبرت ولا عزعزت من خذيت الكار ومن بعد خذيت اللواش وطلعت هداركم انت على الخلاعه وكما قال عمار راجلي الله يرحمه اللي يسأل ما يتوهش على سلامتكم خالتي ربح مرحبا مرحبا بيك بيك يا عايش بنتي عايشك سلامة مو فيش أهيلة هذي عايشك ماني جيت انت ماني نبهت عليك باش تخطاني منها كلمة هالمومية هذي قول لي جدايه حنايه ياما اما مميله رايت زرف اللي لحمي اي تفضل تفضل خالتي ربح تفضل مرحبا مرحبا تفضلك بنتي هالختار سعيد مع وليدي الفرد كعيبه السنه مش باش يعيد حذايا يا عاد قلت نجي نعيد عليه ونجيب له بايه من الحلو وحدك حاسي له امي ربح صحه ليك يا هنا ما حاسدتك كيف حمدتك خذها خذها ريت هذيك كلها هزها هكا قدامك بكلكم بنياتي وهاو تو نذوقكم الحلو نتاعي يا اي يعطيني يعطينا حقا نسيت احنا صايمين محسوب اش مازال المغرب هاو عادك به اذن وانتم حليتوا اش حلينا اديني شنو اش حليتوا حليتوا الحلو ولا باش تسروا الحلو من الشارع خليني عاد نقوم نندبهم مش هنا خويا كرايم ريتي 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 علاش كل عام وانا شاده فيك الصحيح ونجري في جرت يا بنتي هيا تعلمي لحلو عليا هيا تعلمي لحلو عليا بربي انا قديش باش ندوم لكم خالتي ربحتي بعد عمر طويل وش خص انا لو كان حميتي جات حيا وعلمتني حلال الحلو اما تعرفوش كيفاش ايا يا حراير تبعوني الكوجينه يا لطيف وعدت وحيد باش نهبط انا وياه للبحر والعطش ما واه قوم البس المايو نتاعك كاتو نعملك الكريمه نتاع الشمس هيا والقضيه امي ربح شعملنا فيها اتو نعيط لواحد من الاولاد يقضينا من عند العطار يا ريان ساره يا ساره نورتنا امي ربح نورين ديما ان شاء الله ايا سلم على امك ربح عسلامه عسلامه بنتي ماما حاسك بحاجة؟ اي عايش بنتي تخت في روحك للعطار تقضينا من عند الناجية؟ هاي؟ سوبر مالا جو؟ سوبر انا عمري ما ريت حد نفحى القضية قد سارة وكرايم بيان سور ابن حلو كليتو في حياتي اما خالتك ربح طلعوا عندها سويبعات والله يذكرني في حلو الوالده تعرف حتى السلعه اللي شراوها من عندي ما عندك فيها ما تقول هو سي ناجي احنا شرينا من عندك السلعه نتاع الحلو الكل وانت ملي قاعد بحذانا هات هات هم 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 خي ناوي تخلص ولا كيفاش اش قال خويا حمده لوجيكمون كانوا يخلص كانش إذا كان ناجي عمل لكم رميز في السلعة شنو شنو ناجي والرميز حاجتين ما يتقابلوش بالكل تقول أنت خويا كريم أنتاغونيسم نعم تسمع فيه في الكلام قدام حانوتي سي بهاء بالله بالله مش عندي قلت لك سيدي
عندك قتلي في بالك ما نفهمش بالسوري قلت ناجي انت جونيست يا راجل لا انتاغونيزم معناتها حاجتين مختلفين هو انا وبها مثلا انتاغونيزم لا عاد خويا كريم في الحاله هذه يقولوا انتاغونيك شفت اش قلت لك انا اوكي حتى في الانتاغونيزم انا وياه مختلفين ها يا رفيق هكا توا هكا رصات لك ماشي جاي على الكوشه شو يعمل الواحد يعرفي في بالي باش نمشي للباتيسري نجيب لهم الحلو في الكراثم يا اخي رصات لي هز مقفول شعور للكواش الله غالب اصبر اش باش تعمل هاو خالتك ربح ضروري لا باش تعمل لنا حلو دياري واش خير من دياري قل لي خويا حمده انت شو عملت في الحلو انا ولدي مروان شرى الحلو متاعو من الحمامات بعدها احنا باش نعيدو بحذاه كانش عاد اذا جات خالتك راقيه حلت الحلو هوني مادام رفيق استنس بالثنيه متاع الكوشه لا ما استنستش بالثنيه متاع الكوشه وما نستش نعيد عاد في الكوشه عارفي وانت ناجي ماشي تعيد في البلاد كل عاده والله ضيقت على العاده ايوا فاش ماشي ناخذ الكار نخلط غادي الفجر نعدي نهير ونطلع في ليله ثانيه عيد نكون انا خويا ناجي تعدي نهار بركه ايه ما هو نهار ثاني عيد الاولاد الصغار ياخذوا المهبه وناجي ما يحبش يفلتك النهار مش هكا يا ناجي شنو هو هكا هاك الستوك نتاع اللعب يستنى من تهوى في قاع الحانوت ايوه اسمع ما تنساش زاد الفوشي المقرونه جراجم وهو يحلى عيد بلا فوش بلا فوشيك اي تعرفش كيفاش تخرج ستوك تاع الفوشيك الكل وحتى اللعاب هات تخلصك فيهم من تو برا امشي روح الجمعه من زمان بعدي جانا يا فرحي جانا كملتوشي من الكوش كملنا يعطيك الصحه وليدي وان شاء الله ربي ينوب عليك ببنيه تحلى وراسك حي وتوا نعلمها حلال الحلو من اليفه الى ياءه علاش باش ترسلي ماشي جاي على الكوشه في العاده عميرات ولدي هز الحلو للكوشه هما مسيكين انا محصور عند كنتي كنتي العزيزه الغاليه يعطيك الصحة يا خالتي ربح هالكرذونة حلو باش تشدنا شتى كامل في فرنسا بالشفاء وين الحق العام جاي كان حينا ربي نعاود نعيط لك تحل معايا الحلو إن شاء الله اسمع إيمان كان عودت وصيفته نجي نعدي بحذاكم رمضان الكل يا وش خص أيا مازلتوا حاجتكم قاضية من عند العطارة وين ما يروح صدرك ناجي لا كملنا ان شاء الله فرحتك يا تحيفينا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نفهمك ربي يا تتربح واه 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 شبيها الطفله ملي جات تبدلت ولات مقلوبه على القاضيه من عند العطار وتوا على العرس سايي هذيك كان واقف العرس بدو يدقوا في مخها واش باش يصير لك يا هدود هو كويس تاي يعمل 66 كيف يخليك فيق الغدوة الصباح اوه يا ميمتي يا ميمتي اوي 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 يا رفيق ايش اخو بقت ايش ليه تو هذا كلام عرفي ليه والله ما صار عقد على روحك سمحني لا, لا 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 من غير ما تحلف انا قايم بطبيعتي حتى انا زاد نمشي نرقد شو معناه مش نقعد وحدي ياك بحذاك الناجي وسي رفيق لا يا سيدي كي هكا الحكايه هاتوا نمشي نكمل سهريه في الدار سي بهاء هذا اللي قدامك ولا ياسر يموت على السهريات
دوب مجال هوني كان يرقد بالمنقالة ويقوم بالمنقالة. شنو أخويا كريم؟ راهي فاكونس وخلاعة وتحبني نمشي ونجيب المنقالة؟ ربي يهديك. هيا تصبح على خير يا جماعة. حقا ناجي. إيجا إيجا. أنت مش قلت لي ماشي للبلاد تعيدة؟ حلاش تقعد تاخذوا في الكيران وتمرميد وتقف بيكم درقدش بالمره وعلاش ما سلفكش كرامتي بشي فيها؟ يعيشك يا خويا كريم، الله يخليك، ربي يبارك فيك. اما سمعني عندي مشكله صغيره، انا ما عنديش برمي. وهذاك علاش انا قلت لك نسلفك كرامتي. تينيش شبيك، علاش ما قلتلوش تو رفيقي سوق بيا؟ كيفاش هذه فاتتني؟ فمش نعيط له. يا لطيف، ما نجمش نمشي معاك، خاطر انا زادة باش نمشي نعيد على عائلتي. تصبح على خير. شنو نمشي نعيد على عائلتي؟ صدري صدري، قول قول، اجمع روحو. من الليلة زكحة عديت عليا، وانتي ما تنجمش تلفها ما دمني انا خرجتها؟ لا عملتها بالعاني انا باش تعيش الفجايع اللي عايشتهم لي زيت الشباب. هيا دمى، اما اسمعني ما تنساش باش تحط الجرايه وعلى الكونتوار. عجب، عمري ما سخصت حالك كيما هكا. تو فما واحد تضربوا البلب وتلكعوا الحريقه ويزيد يعفس على كعبريتي في عمه واحده. هذاك كله من امك. امي وش مدخلها أمي؟ أمي دزتك في البحر ولا حرشت فيك الحريقة باش تلكعك؟ هذيك أمك تحت فيا. تحت فيك؟ هكا لا طاح لا دزوه، تحت فيك. مو أنت تقاك ندرى اش عملت لها؟ هنا تحكوا عليا؟ لا لا يا أمي، نحكيو على الحريقة. يكون بساعدك يا حريق، كي ليعتيك انت العزيزة الغالية. ربي يخليك ويحفظك يا عمي. الشوك الشوك الشوك. حق عندي لكم مفاجأة، نسيبكم سي كريم ربي يطول في عمره شد فيه الباس باش نقعد نعيد بحذاكم. يا جو. الشوك في راسي يا عميرات، راسي راسي راسي. هيا يا باش نمشي نرجع نسهر بحذا الجماعه، بطيط عليهم. انا ما سايبوني نطل على كنتي العزيزه الغاليه كان بالسيف، وانت كمل فيس علي في يدك وخلط علي. حاضر يا عمي. ما تبتاش وانت ناقصي من الحس، ناقصي. يا ربي يا ربي، ايش عملت يا عمري؟ ايش عملت؟ انت باقي تتوجع؟ ساعه انا نحيت شوكات ريتسي كل. اي اما فما شوكه شوكه كبيره ملي عرست ويتبعوا فيا. دارنا تملا وتفرم، راهي مذيافه النسمه وبحر يهبل والرمل حرير، تروي كل الحكايه لاهلي الصيافه. اسمع من غير ما تحسب سباق الخير. فرح بالصيف وزانو وكريم الخوض ضيف، ربي يحيك الامثالو ما تجني من هالدنيا، كان فالك ودعي ومن والدين فرحة بالبيها وبقلبها.